من الأحسن يعني لازم ماشي من الأحسن أنكم كي تجو تصبغوا بهاد لابومب هذه بيانتور تستعملوها في خارج المنزل لأن رائحتها قوية بزاف. كما أنا عندي بنتي يعني ما معنى الدراري صغار ولا الكبار ريحتها قاصحة، دونك فو ميو استعملوها في ساحة ولا في بالكون. ولا أنا هنايا ما عنديش ساحة، عندي ان بالكون، دونك راح نخرج لو كادر تاعي ونسبخها لتماك. هنا البنات انا خرجت دونك للبالكون رايحه نصبغ دونك لو كادر هذا ولا لو طابلو هذا تاعي. دونك فرشت انايا ساشي كبير ولا اللي عندكم بلاستيك ولا باش ما تقاسوش الارضيه. نخلطو هنايا، واش راني ندير؟ راني نخلط في لابومب تاعي ونقوم بالرش هكذا ما نطلعوش يدينا باش ما نقيسوش. دونك تلاحظوا هنايا العملية تاعنا كيفاش خرجنا لو كادغ تاعنا. فوالا دونك هنايا نخليه هنايا ينشف، راح ياخد لي مده زمنيه، راح نخليه هنايا يبات ينشف لي وان شاء الله راح نشوفه الشكل النهائي. دونك البنات عوده، اذا بعد ما نشف لي هذا هو النتيجه اللي تحصلت عليها مور ما صبغت لو تابلو تاعي. دونك ديرنيير توش انايا هنا فضلت اني نزيد دي بيرل كيما راكم تشوفوا حولا، راح نزيدهم داخل الوردات تاعي باش يبانوا لي كمان بلي وردات، باسكو هكذا طون سيغ طون لا كولور اللون في لون هكذا لا بالي بلي ماهوش رايح يبان مليح. دونك من الاحسن نزيد اون توش اخيره. انا فضلت اني ندير هذا النقاش الاسود لان عندي الكادراج تاعي جاي في الاسود، دونك رايحه نديرهم سواء داخل لي فلوغ تاعي سواء انتر من ومن بين الاحسن اللي كنت رسمتهم بالسيليكون تاعي. دونك نحطهم ونرجع لكم لاخر النتيجه الاخيره. وفي الاخير البنات هذا هو التابلو اللوحه اللي تحصلت عليها، هذه هي النتيجه. دونك باش تشوفوا في الاخير شيء يعني بسيط، نكون رايحين نقولوا ما سحقوش نكون راح نرموه. دونك نقدروا نعاودوا نخدموا بالطريقه اللي نحبوها، وراكم شفتوا طريقه شحال سهله واضحة. دونك في الاخير البنات نقول لكم جميع اللي مازال ما اشتركش معايا وما يعرفش القناة التالية نقول لكم اشتركوا وشغلوا الجرس لكي يلحقكم كل الجديد من المزيد ان شاء الله من الفيديوهات راهم جايين. دونك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. إلى الملتقى إن شاء الله. سلام.